السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة مفروض من الوضحات ومن المعضلات، توضيح الوضحات. يعني حاجة واضحة جدا بس للأسف عليها رهق كتير اليومين دول، واحنا مضطرين احنا نتكلم فيها. ألا وهي ايه؟ عالم جليل متخصص عمل كتاب واتكلم فيه، بعد فترة تبين لي ان في رأي افضل من الرأي بتاعه، نتيجة ان هو دقق ومحص وان هو اطلع على كتاب ما كانش موجود معاه، ان نتناقش مع حد وهكذا، فتبين لي ان في راي افضل من الراي اللي قاله. فراح قال يا اخوانا في الكتاب الفلاني انا اجتهدت وقلت كذا كذا كذا، والصحيح راي اخر وهو كذا كذا كذا. ففوجئنا بناس كثيره ممن ينسبون انفسهم للعلم عمالين ايه يهاجموا فيه، واحنا مش قابلين الكلام انت بتقوله وانت كذا وكذا. يا اخوانا هو الطبيعي ان الانسان لما بيكتب كتاب بعد فترة لما يفتحه لازم يتبين لي ان في غلط، تمام؟ وحصل معايا كتير جدا ان انا كتبت كتاب وبعد فترة تبين لي ان في رأي افضل، ان مثلا قلت كلمة نتيجة معلومة قريتها ومن مكان موثوق فيه، بعد فترة طلع ان الكلام ده قديم وان في كلام احدث. الكلام الاحدث ده بعد ما انا قلت الكلام دوت ناقشت حد فقال لي لا ممكن يكون في رأي اخر وهكذا. في قول للامام العلامة عبد الرحيم البيساني، تمام، هو كان بيتكلم مع العماد الأصفهاني، تمام، بيعتذر ليه عن كلام العماد الأصفهاني صحح له، فهو بيعتذر عن الكلام دوت. وللأسف هو الكلمة اللي أنا أقولها دي نسبت للعماد الأصفهاني لأنه هو كان بيكررها كتير. عبد الرحيم البيساني بيقول لك إيه؟ إنه قد وقع لي شيء، إنه ما أدري أوقع لك أم لا، في حاجة حصلت لي ومعرفش حصلت لك ولا لأ، بس أنا حصلت لي يعني، وهنا أخبرك به، وذلك أني رأيت أنه لا يكتب احدا كتابا في يومه الا قال في غده. تاني يوم يقول لك ايه؟ لو غير هذا كان احسن، يعني ينفع ان انا كنت اصلح حاجه دي، لو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان افضل، ولو ترك هذا لكان اجمل، وهذا اعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جمله البشر. الكلام ده ممكن تلاقيه مثلا في كتاب كشف الظنون على اسامي الكتب والفنون الجزء الاول، موجوده في كتب كتيره جدا. يعني الكلام ده منتشر جدا، ان اي حد يبقى الف كتاب لازم تاني يوم يقول لك ايه والله لو كنت درست الحته دي، طب الحته دي كانت محتاجه تشرح اكتر، لا الحته دي طورت فيها المفروض تختصر، لا الحته دي كنت المفروض احط المراجع اكتر، لا هنا كان المفروض. فده طبيعي، وبعد فتره يعني المفروض ده طبيعي في البشر، ان انت كل ما تزيد علما وتتعلم، لان كل يوم واحد تتعلم معلومه جديده. لو فضلت 50 سنه هو نفس الكتاب وشايف ان الكتاب ده فيه افضل منه، لا يبقى انت عندك خلل، يبقى انت ما بتعلمش جديد، يبقى انت ما بتقراش، يبقى انت ما بتشتغلش، يبقى كده في مشكله. الاصل والطبيعي ان الانسان يلاقي غلط في الكتاب بتاعه. والجميل والشجاع ان الواحد يطلع يقول والله انا في مره مرات قلت كذا كذا كذا، وفي الاخر تبين لي من خلال ان انا قريت اكتر او ان انا اجتهدت او 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 ان في حاجه تانية افضل. وده حصل معايا كتير جدا في كذا فيديو، ان انا اقرا حاجه معينه ومعلومه معينه وبعد فترة اكتشف ان في حاجة ادق او في تفصيلة افضل المفروض تتحط، او ان انا المفروض اشرح بطريقة تانية، او المفروض ان المعلومة دي مثلا يبقى فيها تمهيد، او المعلومة دي محتاجة تختصر او تزود فيها، او محتاج ان انا اعملها عملي قدام الناس وهكذا. فده الطبيعي، مفيش اي مشكلة ان اي عالم او اي واحد يجتهد وبعد فترة يتبين له ان في رأي افضل فيروح ليه. ولا عشان انا اجتهدت في مره وقلت راي معين لازم التزم بيه لاخر عمري، لا، الطبيعي ان كل يوم تطلع حاجه اجدد، تطلع معلومه، استفاد معلومه، قريت كتاب فاكتشف ان الكتاب الاولاني في حاجه منسوخه منه، او ان في حاجه راي افضل، او ان اللي كتب الكتاب الاولاني ده ما كانش وصل له الراي الثاني، فاجمع الاراء وازود واقول افضل حاجه ممكن توصلها للناس، بحيث ان احنا نقدم افضل حاجه ممكنه للطلبه و لأهل العلم.